بعد أن كانت القضية الفلسطينية قضية تقريبا شبه منسية في الوضع الراهن، تعود اليوم إلى صدارة المشهد العالمي بفضل صواريخ المقاومة الفلسطينية وبفضل هذه الانتفاضة، انتفاضة الأقصى. كيف تقرأ هذا المشهد السياسي اليوم؟ أولا شكرا على الاستضافة. ثانيا الحقيقة القضية الفلسطينية تراجعت على مستوى الاهتمام العربي، على مستوى الإعلام العربي، ولكنها على المستوى الفلسطيني لم تتراجع، بقيت على جدول أعمال الشعب الفلسطيني في كل الأوقات، بقيت موجودة. الإشكال كان موجود في التعبير عن هذا الوجود الفلسطيني من خلال غياب إعلام عربي، من خلال غياب مواقف عربية. كلنا نعرف في الآونة الأخيرة وخلال السنوات الماضية أن المحيط العربي انخرط في مجموعة من السياسات التطبيعية مع الكيان الصهيوني، انخرط في مجموعة من الأجندات الخاصة بعلاقاته بالولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول مراكز القرار على المستوى الدولي. إذن القضية الفلسطينية موجودة في وجدان الشعب الفلسطيني، ولم يتوقف الشعب الفلسطيني في يوم ما ولا في لحظة ما عن العمل والنضال. كل ما هنالك أن هذا النضال أو أن هذا العمل لم يكن مسموح له أن يبرز، لكن لم يكن بهذا الزخم اللي أعطى ربما دفع جديد للقضية الفلسطينية على المستوى الدولي. كل حدث له حقائقه، يعني نحن نتحدث عن عمل مستمر ومتواصل على مدار اليوم ومدار الدقيقة والثانية، وبين أن يحدث أو يقع حدث معين وبالتالي يدفع الناس إلى التعبير بصورة أكبر. فعندما يتعلق الأمر بالقدس ويتعلق الأمر بمحاولة طمس هوية القدس وترحيل سكان القدس من أجل استكمال المشروع الصهيوني لتسيطر عليها، بطبيعة الحال أن هذا الحدث سيدفع الجماهير الفلسطينية إلى نوع من تصعيد هذه الممارسة أو ممارسة المقاومة التي هي موجودة على كما قلنا على مدار الساعة. كما نعرف بأن مسألة القدس أو موضوع مدينة القدس بالنسبة للشعب الفلسطيني وحتى الشعوب العربية والإسلامية هي موضوع حساس جدا، وبالتالي هذا ما لم تدركه لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل، مع أنه في عام 87 كانت زيارة شارون سبب في الانتفاضة الأولى، وكافة الانتفاضات وكافة الأحداث الكبرى التي وقعت في فلسطين كانت على أثر محاولات العبث بهوية القدس ومحاولات طمس هويتها. هذا الدرس لم يتعلمه الإسرائيليون ولم يتعلمه الأمريكان ولم يتعلمه غيرهم أساسا، وبالتالي ما حدث خلال هذه الأيام كان عبارة عن محاولة من قبل الإسرائيليين لمزيد طمس هوية هذه المدينة، فما كان من شعبنا إلا أن قام بعملية تصعيد لهذا العمل اللي قلنا أنه يومي ولحظي إذا صح التعبير. رد الفعل أيضا الإسرائيلي كان عنيف، كانت الشرطة الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي يتعامل بعنف مع المواطنين الفلسطينيين اللي حاولوا على الأقل يتمسكوا بحقهم بهذا الوجود، وهناك ما يثبت هذا الحق على مدار عشرات ومئات السنوات. فطبيعي تصاعدت الأمور إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم، حيث تدخلت غزة على أو دخلت الغزة على خط الأزمة وخط المواجهة، ثم استخدمت كما ذكرت في البداية صواريخ المقاومة بكل تأكيد أنها أحدثت فارق نوعي في معادلة الصراع الموجود حاليا. وهذا شيء مؤكد، لأنه كما يعني تعرف بأن الكيان الصهيوني كيان حساس جدا، وبالتالي يتأثر لأي معطى ذو طابع أمني.